بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض اكسرسايز على ليسون 1. الاكسرسايز ده هدفه بس ان هو يعرفك الامتحان بيجي ازاي، فركز في الاسئله، وكلها اسئله امتحانات، فيعني بنوريك شكل الامتحان او الاسئله في الامتحان بتيجي ازاي. اول سؤال عندنا بيقول لي the image of the object that lies at the center of curvature of concave mirror is a. الايمج اللي موجوده عند السنتر، ات ذا سنتر. احنا فاكرين دايما ان السنتر كان بيبقى ليه مواصفات، اهم المواصفات دي ان هو بيبقى ايكوال ان ذا اوبجكت، او سوري تو ذا اوبجكت، ان اهم صفه في الصفات دي ان هو بيكون متساوي مع الاوبجكت. لو هو واقف عند السي، فلو هو اتكون الصوره بتاعته هيتكون عند السي برضه، وبالتالي الصوره هتبقى ريل انفيرتد اند equal to the object. وما تنساش القصة دي، شوف هو بيكلمك عند ايه، عند السنتر. ماشي، سؤال تاني بيقول لي concave mirror، وخد بالك في الامتحان هو بيسألك على concave mirror ولا convex mirror with focal length of 20 سنتيمتر. يعني هو بيقول لي ان الفوكال لينس equal 20 سنتيمتر. عارف يعني ايه 20 سنتيمتر؟ عارف معنى كلمة ان الفوكال لينس equal 20؟ يعني السنتر equal 40. ليه يا مستر قلت ان الـ ان الـ ان السنتر ايكوال 40؟ ما احنا خدنا قبل كده ان الفوكال لينس هاف الراديوس، والراديوس اللي هو السنتر يعني، فنص لو انت قسمت النص بتاع السنتر ده هيديك الفوكال، فانا لو اديتك الفوكال اعمله تايم 2 هيطلع لك السنتر. يعني الفوكال هو نص السنتر، فانا مديك الفوكال ب 20 يبقى السنتر ب 40. طب انا هستفيد ايه بالكلام ده؟ خلينا نكمل. بس دايما لما انا في الامتحان اقول لك ان الفوكال ب 30 تفتكر ان السنتر ب 60، يعني فاهم الفكره، الضعف على طول، السنتر ضعف الفوكال. المهم بيقول لي and the object is placed at distance of 50. هنا بقى هو احنا ليه حسبنا السنتر ب 40؟ انا دلوقتي لسه بقول لك ان السي عند 40، انا حطيت الاوبجكت، حطيت الاوبجكت عند 50، يعني حطيت هنا طبعا في الاف عند 20، انا بقول لك حطيت الاوبجكت عند 50 سنتيمتر، يعني حطيت الاوبجكت بعد السي. يعني لو دي المرايه اهي، انا حاطط الاوبجكت بعد السي. طب ما بعد السي يبقى الصوره هتتكون فين؟ الصوره هتتكون هنا. ولو انت حافظ الاشكال بتاعه الميرور هتعرف ان الصوره هتتكون ما بين ايه وايه بقى، هتتكون مور ذان 20 اند ليس ذان 40 سنتيمتر. طب لو كانت، لو كان الاوبجكت حط عند 40، لو كانت حط عند 40 كان هيتكون عند 40. طب اتحط بعد ال 40 يبقى ما بين الايه، ما بين السي وما بين الايه الاف. اللي مش فاهم السؤال ده بقى لازم يرجع يذاكر الدرس تاني، لان احنا خدنا مجموعه اشكال كل شكل بيعبر عن مكان معين بتحط فيه الاوبجكت يطلع لك الصور. ماشي، تعالوا ناخد سؤال تاني. بيقول لي هنا if the object is at distance، في اوبجكت عند مسافة 3 متر from plane mirror، يعني في اوبجكت محطوط على بعد 3 متر على plane mirror، يعني plane mirror اهي وهو على بعد 3، وادي ايه، وادي الاوبجكت اهو خلاص. المهم الاوبجكت ده، بحب الرسم جدا، المهم يعني الاوبجكت عند 3 متر و ذا ديستنس بتوين ذا اوبجكت اند ايمج فين؟ طبعا الايمج هتتكون جوه على بعد 3 برضو، يعني الايمج بتاعت الاخ اللي احنا عاملين نرسمه ده اللي هي صورته مش شبهه اصلا. المهم الصوره هتتكون جوه على بعد 3. هو بقى بيقول لي هنا ذا ديستنس بتوين، المسافه اللي ما بين اوبجكت اند ايمج، المسافه اللي ما بين الاوبجكت اند ايمج از كام متر؟ طبعا المسافه دي هتبقى ما بين الاوبجكت والايمج هتبقى 6، هتبقى 6 ايه، هتبقى 6 متر. ماشي يا اصدقاء، قالوا الجهاز علق. ماشي، يبقى 6 متر. ماشي، طيب ناخد سؤال تاني. بيقول لي ان اوبجكت ووز بوت، في اوبجكت اتحط at 10 سنتيمتر from concave mirror، يعني اتحط على بعد 10، في صوره اتكونت real inverted equal. طب انت فاكر لما كانت real inverted equal دي اللي هي بتاعت ايه؟ طبعا بتاعت السنتر. ماشي، بيقول لي if the object moved 3 سنتيمتر toward the mirror، يعني بص كده فكر معايا في الموضوع ده، كان في هنا السي وهنا الاف، وفي object اتحط عند 10 خلاص، كون صوره real inverted equal. انا عرفت ازاي بقى ان ده السي عند 10؟ عرفت عشان هو قال لي real inverted equal، ما هو مش هيتكون real inverted equal الا لو كان عند السي، وبالتالي هي التن هي السي. وبعدين بيقول لي انا حركت الاوبجكت قدام شويه، يعني خليت الاوبجكت هنا كده، حركته 3 سم قدام، يعني مشيت كده 3 سم وحطيت الاوبجكت تاني.
الصوره هتتكون فين؟ يبقى انا كده عندي شكل جديد، انا عندي كده شكل ان الاف اهي والسي والاوبجكت محطوط هنا صح، كان هنا التن هو الاوبجكت محطوط هنا كده. بيقول لي هنا سو ذا ايمج ويل بي، الايمج طبعا لو انا حطيت الاوبجكت هنا الايمج هتتكون بعد السي، مش احنا كنا واخدين الحاله دي ان لو الايمج لو الاوبجكت اتحط ما بين السي والاف الصوره هتتكون ورا هنا، طبعا الصوره هتتكون هنا وهتبقى انلارجد، طبعا الاجابه هتكون ايه؟ هتكون بي. ماشي، يبقى انا عرفت الاول ان السي عند 10 لما قال لي ريل انفيرتد ايكوال، بيقول لي انا زقيت الاوبجكت قدام شويه يعني ما بين الاف والسي، خلاص الصوره هتتكون ورا السي. واللي مش فاهم الحاجه دي يرجع للرسمه تاني يرجع يفهمها تاني. ناخد سؤال اخير بقى، السؤال بيقول كونكيف ميرور، احاول اسيب لكم انتوا السؤال ده، هو المفروض السؤال ده متجاوب بس انا هسيبكم انتوا تقروه وتفكروا فيه. بيقول لي هنا كونكيف ميرور هاز فوكال لينس 8 سنتيمتر، الفوكال لينس ب 8 وي از بليسد ان فرنت، اتحط قدام معلش انا هقرا السؤال تاني. كونكيف ميرور هاز ا فوكال لينس 8 سنتيمتر ان اوبجكت از بليسد ان فرنت اوف ذس ميرور فورمينج ان ايمج ات ديستانس 20 سنتيمتر فروم ميرور، يعني في صوره اتكونت على بعد 20 خلاص. ذس مين ذات ذا اوبجكت از بيزد ات ايه، يعني الفوكال لينس، خد بالك ان الفوكال لينس اهو اديني بقول اهو الفوكال لينس ب 8 والاوبجكت لما اتحط كون الصوره، كون الصوره عند 20، كون الصوره عند 20 بعيد جدا، معنى كده ان الاوبجكت اتحط فين على مسافه كام؟ انا هسيبكم ولا احله لكم؟ انا احله لكم، انا هشرح طب المساله، انا هشرح المساله ويعني هسيبكم تختاروا الاختيار برضه. بص يا شباب، هو بيقول لي ان الفوكال لينس ب 8، اول ما يقول لي ان الفوكال لينس ب 8 انا تخيل ان في سي واف، وتخيل ان الاف ب 8 ما هو الفوكال لينس يعني الاف، وتخيل ان السي على طول ب 16 يعني هي مش محتاجه، ان يعني هو اصلا كده كده السي ضعف الاف على طول. المهم بيقول لي ان انا حطيت اوبجكت في مكان ما هنا او في مكان ما الصوره اتكونت عند 20، طب هو فين 20؟ 20 هنا اهو، الصوره اتكونت هنا. طب هو امتى الصوره تتكون مقلوبه وبعيد قوي عن السي كده؟ لما احط الاوبجكت في انهي مكان؟ لما احط الاوبجكت هنا ولا هنا ولا هنا ولا ما بين ال8 وال16 ولا عند ال16 ولا عند ال8 ولا عند ايه بالظبط؟ يبقى انا هرسم لك الرسمه اهي تاني، دي المرايه وادي السي وادي الاف ودي 8 ودي 16 والاوبجكت اتكون هنا عند 20. يا ترى احط الاوبجكت فين علشان تطلع لي الرسمه دي؟ احط الاوبجكت هنا ولا احط الاوبجكت هنا ولا احط الاوبجكت هنا ولا احط الاوبجكت هنا ولا احطه ايه بالظبط ولا في انهي مكان؟ فكر كده وقول لي الاجابه. طبعا مفروض ان هو متجاوب بس انا مش هجاوبه، بس هستنى منكم الاجابات وانا متاكد ان انتوا هتعرفوا تحلوه. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.